هذا قصة حسين. اللي امسلس انت يا ولد. لا وصار. هذه السالفة اللي ما خليتوني أكمل هذاك اليوم. قصة حسين اسلم. هذا ما أدري عندنا ذاك الليل ولا لا. هذا قصة قديمة. من زمان واحد اللي قال له سهيل بن نجم بن دين. ختم المرجلة في دقيقة. من اسم الحارة المرجلة. سهيل بن نجم هذا ربي من عليه بميزة فيه. ميزته لا ميزته ان الرجال هو مؤرخ لكن يعني يجيب لك اياها في قالب قصيده يؤرخ عن طريق القصايد. يعني كانوا يشلونه معهم في الغزوات اول شيء عشان يكتب قصايد عشان يكتب في الغزوات. لا صار مثلا عند قبيله من الناس مثلا حافل ولا شيء دعوه يجي ويؤرخ لهم اللي صار قصيده. هو طبعا على قد حاله لكن يستفيد مثلا من نفس هذين اللي عزموه على الحفل يحصل له عشاء يحصل له قوت ياخذ يودي لعياله. وعلى هالحال شغل على هالحال ما غير يكتب في ذا القصايد. كل ما صار موقف كتب قصيده بشكل قصه رواها في قصيده ويأرخها يحفظها للزمن والاجيال الجايه. مره من المرات هذا سهيل رايح طنبك على ذلوله مسافر حصلوا واحة عين ما طبيعية عشان نقول واحدة لا واحة فجأة عشان يروي منها ويخلي ذلوله تشرب حصلوا طال عمرك وهو على العين هذه يا شباب على هم قاعدين عند العين شاف واحدة على طرف القدير الجهة الثانية قاعدة تسقي حلالها شوي جاء رجال وقف عندها عند المرأة جاء وقعد يسولف عليها فهو من باب فضول يبغي يعرف وش الحوار اللي يدور بينهم. راح الرجال قام يتخشش خلى الدلول مكانها قام يتخشش تبي تسمع إيه لين جاء وراهم وقعد يسمع ويسمع كلامها ان انا الرجال يبي يتزوج المرأة هذه والمرأة تبيه بس هي من عرب وهو من عرب وبينهم ثار طيب ما يقدرون يتزوجون طيب. بينهم ثار قبيلة دا وقبيلة المرأة الله ويسمع قصتهم تحزن ان يعني كانوا على وشك الزواج وصار الثار اللي بينهم تفارقوا سهيل قعد انصدم من الكلام دخل جو القصة شوية الرجال قال خليني اروح قبل ما يجون اهالي ويذبحون انا لازم اني اروح قال توكل على الله ذاك خذ حلاله ومشى وهي قعدت شوي جاء واحد ثاني جلس مع هذه ايه جلس عندها الا يوم قامت تسبه وتلعنه وتطرده وتضربه عندها عصا تهش فيها الغنم تضربه وادعمها هو عاد يسمع كلامها فحكى قصيده بلسان البنت هذه اسلم قال طال عمرك هو يقول حافظ قصيدة انت؟ اي سلمت هو يقول طال عمرك انا اكتب تضحك اضحك هذا اللي جاي ففي نص القصيدة هو قصيدة من اوله حافظ من اوله اي بعلمك لكن السالفة ما فيها ان الرجال ذا اللي جاء هو استغرب من الموقف ان المرأة طردته وحاوشته وذا وصل للدايرة يوم هاوشته وسمع الكلام وحدتها في الكلام درى ان البنت صاملة الرجال اي فكتب قصيدة على لسان البنت هذه القصيدة طال عمرك اللي يقول فيها أنا مش بتاعت الكلام ده أنا طول عمرك والمرة دي إيه قلالي أنا اللي بسلي بالك أنت دايما تعالي خليك مش تعالك يا عاش يا شر هذاك والله على بيض وجه بحور والله هذا رجال مصاب بيض وجه بحور وسود وجه الساعة على السالفة ايش رايك